هي اثار النظام، اثار النظام، دمار النظام لقريه منا، قريتي الذي لم يبقى يبقي فيها ولا منزل ولا بيت ولا محطه قدم الا وفيه قنبله او صاروخ او قذيفه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على هذا النظام، الله اكبر على هذا 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 القائد، على هذه الاصلاحات وهذه العطاءات، هذه الاصلاحات، هذه الاصلاحات التي اخذناها من هذه النظام، هذه الاصلاحات. اخ العقيد، ما هي نوع القذائف التي يتم تضرب بها الطيران القريه لتسبب هذا الحجم من الدمار؟ كافه انواع القذائف المحرمه دوليا واقليميا وعالميا. ضرب القريه بصواريخ سكود، ضرب القريه بالبراميل تي ان تي، ضرب القريه بالعنقودي، قنابل عنقوديه، ضرب القريه بالنابالم، احرق البيوت، ضرب هذه القرية بالفوسفور، ضرب هذه القرية كل سلاح تمتلكه، كل سلاح تمتلكه إسرائيل أو يمتلكه النظام أو تمتلكه الصين وروسيا وإيران تم تزويده لهذا النظام وضرب هذه القرية بهذا السلاح. تسمع الآن أصوات القذائف الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر، الله أكبر. ولكن هذه البيوت يوجد، ولكن يوجد أطفال. عزيمتنا قوية، عزيمتنا قوية، ولن نتراجع ولن نستسلم ولن نستسلم ولن نستسلم، ننتصر أو نموت. الله أكبر. قرية منا 7/7/2013. تحت هذه الأنقاض يوجد أطفال ويوجد نساء ويوجد شيوخ، والمسجد الآن نسيركم إليه فتحته كثير من المصلين والشيوخ، لم نستطع انقاذهم او لم نستطع انتشارهم لعدم امكانيه توفر الاليات واي ايدي تساعدنا على ذلك، فاعتبرناه قبور وبقوا تحت الانقاض. نعم. شاهد على جرائم بالشارع. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. هذا الفرن كان يخبز لمعظم قرى الحول قريه منا، وتاكل منه كثير من الناس. هذا مخبز القريه، هذا مخبز القريه. نعم. هذا اصبح هذا مخبز اطفالنا. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويوجد تحته عمال كانوا يصنعون الخبز للقرى المحيطه حول منا، يوجد تحته عمال حتى الان. يوجد لدينا كل شيء بإذن الله، الحمد لله. عقيدتنا لم تلين، عقيدتنا إن شاء الله ثابتة. يوجد لدينا الإيمان بالله، الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله. قل لا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. الحمد لله رب العالمين. نحن أعزنا الله بالإسلام ونحن مسلمين والحمد لله، ونعتز بإسلامنا، وإسلامنا إسلامنا هو دين المحبة ودين التسامح ودين التعايش مع كل الناس، يحق لكل الأطياف أن تعيش. هذا السوق كان يتبضع فيه أهل القرية ويقضون حاجتهم بهذا السوق، الآن أصبح فروشا خاصة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يا لقاءنا الله. هنا لدينا هذا مسجد القرية وساحة المظاهرات. نعم، هذا المسجد، هذه المؤذنة لم يبقى منها شيء. كان قد وعدني أحد القادة هذا النظام في هذا المطار
بأنه سيخمد هذا المسجد، سيقص المئذنة، سيمنع قول لا إله إلا الله، وأنا وعدته أني سأمنعك تشم الهواء بإذن الله، وحدث ذلك. هو منع المسجد أن يقول لا إله إلا الله، والله منع نفسه أن يتنفس، وقتل في هذا المطار الحمد لله، وقتل الكلب وسيم في هذا المطار كمان، والحمد لله رب العالمين. صدق الله، صدق الله وعده. والآن نعد، أنا أعد بصفتي ابن هذه القرية وابن هذا البلد وابن هذا التراب، أعد أهل قريتي وأعد أهل بلدي وأعد أهل أهلي بسوريا جميعا أن نبقى نقاتل وندافع عن كل ذرة تراب في هذا البلد حتى تحريرها من أدناس الغزاة والمستعمرين والصفويين والذين لا يخافون الله ورسوله. السلام عليكم. كان معنا العقيد الطيار أمين من داخل بلدة منر 7/6/2013.